اليوم أنت تقول يمكن المزاوجة بين الحداثة والدين والإسلام، يعني الإسلام السياسي ليبرالي أو غيره، كيف؟ هناك من يقول لك لا يمكن لأن أحدهما يلغي الآخر، اشرح لنا لو سمحت. أنا ما قلت إسلام ليبرالي، أي. أنا قلت هناك مشروع منذ القرن 19 طمح إليه المصلحون في بلداننا، وظهر في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية، ظهر في الأستانة يومئذ اسطنبول، وظهر في مصر وفي القاهرة، وظهر في تونس في القرن 19 لما شعر المسلمون بأن الغرب تقدم علينا ونحن تأخرنا. هذا الوعي قضى مضجع المسلمين ورجعوا يحاولوا لماذا هم تقدموا في المدنية ونحن تأخرنا. كانت ثقتهم في الإسلام كما اليوم ثقة كبيرة، انطلقوا من أن الإسلام إذا حررناه من الخرافات والأوهام وقرأناه قراءة صحيحة فهذا الدين قادر على أن يستوعب كل مكاسب الحداثة من تقدم تقني وتقدم علمي وتقدم إداري وتقدم عسكري وتطور إداري ومحاربة للحكم المطلق. كل هذا قالوا انطلقوا من أن الإسلام قادر على أن يستوعب كل مكاسب الحداثة، لكن الاستعمار الغربي عاجل المسلمين فاحتل العالم الإسلامي ووضع العالم الإسلامي على طريق آخر. إذا أردتم الحداثة والتقدم فليس أمامكم إلا أن تتركوا الإسلام جانبا وأن يسير هذا التقدم على جثة الإسلام. الثورات لا، هنا عم يقولوا فصل الدين عن الدولة، ليس يعني الإيمان شيء والدولة شيء آخر. ثورات الربيع العربي في فهمي تنطلق هي استعادة مجددا لذلك المشروع الإصلاحي، أي أن بعد أن فشل هذا المسار ولم يقد هذا مسار التحديث على حساب التحديث على حساب الإسلام، أي. الذي وصل في تونس مثلا، وصل في تركيا إلى حد محاربة الإسلام، ووصل في تونس إلى حد الدعوة للإفطار في رمضان جهرا ومحاربة المؤسسات الدينية والسخرية من الكتاب والسنة. هذا المشروع أفضى إلى مأزق، فكانت الثورات أفضى إلى انفصال، هي الأنظمة تحارب كل حرية الفرد، يعني أفضى إلى انفصال كامل بين النخبة الحاكمة وبين الشعوب، فكانت الثورة بعثا مجددا لذلك المشروع الذي يقوم على أن الإسلام قادر على التعايش مع الحداثة، بل استيعاب الحداثة واستيعاب الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والتقدم العلمي. طب ولكن كل ما